سيد عبد الباسط، يعني من مذكرة التوقيف من النائب العام العسكري في ليبيا أيضا إلى محكمة الجنايات الدولية، كيف سيترشح سيف الإسلام القذافي وفق هذا أو ما مطلوب منه أو ما هو عليه من عقوبات أو طلبات؟ خلينا قبل أن نحكم في الناحية القانونية بشكل مباشر والذهاب لها، احنا لماذا يخشون عودة سيف الإسلام، يعني سيف الإسلام للعودة من جديد للساحة السياسية؟ لا لا، إذا كان الرهان على الجموع، أنا لما تحصل الفرصة على الرد على الأستاذ عبد الحفيظ، لا لحظة، أنا لما تحصل فرصة الرد على الأستاذ عبد الحفيظ، لأن الخوف من الشارع إذا كان هم الليبيين حقيقة مع ثورة 17 فبراير، إذا لماذا الخوف من ترشح سيف الإسلام وعودته من جديد للمشهد السياسي طالما أنه سيخسر هذا المرحلة الانتخابية المقبلة في 24 من ديسمبر المقبل؟ شيء طبيعي إذن، لنترك الأمر للصناديق ونتركها للشارع الليبي الذي هو قائد الفصل في هذا الموضوع وهو صاحب السلطات التي نؤمن بها جميعا والذي لا بد أن نتكلم جميعا باسمه، يعني الشعب الليبي الذي عانى الأمرين ليس من وجود كما يتحدث عن طاغية معمر القذافي، ولكن وجود 1000 طاغية اليوم في المشهد الليبي، هناك من يقتل، هناك من يسحل، هناك من يسرق أرزاق الليبيين ويتم تحويلها للخارج، يعني مليارات صرفت، أكثر من 400 مليار أهدرت من خزائن الشعب الليبي، أسلحة 26 مليون قطعة سلاح موجودة في ليبيا، من سيجمع هذا الشتات؟ نحن لسنا في وضع سياسي طبيعي جدا، نعم. ربما سنتدرج فيه بشكل طبيعي طيب. أو قانونا شكلا كدولة متلائمة نتحدث عليها، دولة ذات سيادة تستطيع طيب. أن تحافظ على نفسها، لا بالعكس، سيف الإسلام سيترشح للانتخابات، هذا مؤكد، سيدخلها إذا كانت تلائمة الظروف له بالشكل القانوني. واضح الفكرة، واضح الفكرة،